لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. يعني هنا للمحاولة والمرور بكل مهارة، ممتاز، والتسديدة والكرة إلى خارج أرضية الملعب. الملعب بدأت يعني نشاهد أرجاء الملعب الآن وتقدم المنتخب اليمني والتسديدة وتوفيق علي. ما تحدث على مستوى حتى على مستوى القارة، وهو الفريق الذي يطمح هنا التسديدة، والحارس توفيق علي يشجعون على طريقتهم تحديدا الطريقة المعتادة. هنا الكرة ملعوبة وخطأ لصالح المنتخب اليمني، أخطاء بالجملة وبطاقات صفراء عديدة، تدخلات، لديه بطاقة، إذن بطاقة حمراء، يبدو استبعاد، لديه بطاقة محمود أبو وردة، نعم بطاقة حمراء على محمود. والمنتخب الفلسطيني هنا الكرة الملعوبة والأرضية والرأسية خارج الأرض، تعادلين كان خارج الأرض، وهنا حضاري والخطأ والهدف الأول. أبو هدف أول، وغفلة عمر الداحي يسجل، روعة المنتخب اليمني يخطف هدف بشكل جيد. نعم روعة ياسر حامد هو من أخطأ في إرجاع الكرة للحارس، ولكن أمام اللاعب عمر الداحي أوردها عمر في الشباك وسجل الهدف. روعة توفيق علي. عمر الداحي كان متابع بشكل جيد. هب هنا فرحة هذا اللاعب ياسر حامد، أخطأ وتوفيق علي أيضا. يعني هدف رائع، هدف لعمر الداحي. هنا كيف اقترص الكرة هذا الذئب الذي قدم من بعيد وسجل الهدف عمر الداحي. محمد يبذل مجهود كبير والتبديل، وإسلام البطران أخطأ إسلام في هذه الكرة طريقة، وحتى أمام المنتخب السنغافوري حتى وإن كان خارج الأرض، لكن سنغافورة ليست أقوى من منتخب فلسطين، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. كرة عرضية رأسية لمحمود والتعديل تسدو، والكرة إلى خارج. كرة لصالح المنتخب الفلسطيني والرأسية، والكرة إلى خارج أرضية الملعب مرة ثانية أمام المنتخب الفلسطيني. بقي له لقاءين على أرضية هذا الملعب أمام سنغافورة وأوزبكستان. هنا الدخول والتسديد، طريقة منذ انطلاقة هذا اللقاء. هنا السرور والتسلل خلف المدافعين بشكل مشروع والتسديد. هبا عبد الواسع المطري، السرور وعبد الواسع المطري، أمطر الحارس بالتسديدتين لكن لم يمطر الشباك في هذا المساء. المتابعة، هل يبحث عمر الداحي عن هذه الكرة؟ هل يتابع يعاتب السرور؟ 4 ثواني هذا هنا المحاولة والتسديد، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. مقطوعة في وسط الملعب، تمرير لا يوجد تسلل، هنا سبع عبر السروري والمحاولة والتسديد، والحارس والتوفيق. أيضا في 19 نوفمبر أخبرنا السعودي سوف يكون مرتاحا في الجولة 6 وسوف يترقب المجموعة، ولديه لقاء أمام الباراغواي في يوم الثلاثاء القادم، لقاء ودي. وهنا صافرة النهاية لأحلى رواية للمنتخب اليمني الذي يسعد أمام الأنصار هنا في مملكة البحرين، وانتصار رائع، والنقطة 5 للمنتخب اليمني. مبروك لأنصار ومحبي وعشاق ومتابعي ومتتبعي الأحمر اليمني في بهذا الانتصار، وحظ أوفر وهارد لك للمنتخب الفلسطيني الفدائي في اللقاءات القادمة. كنت معكم على الوصف والتعليق عايد العصيمي، وتحية طيبة لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.